كيفية تصفح الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات tra.gov.ae. يتميز موقع الهيئة ببساطة ووضوح التصميم، حيث تجدون في الصفحة الرئيسية أهم المعلومات: القائمة الرئيسية، إعدادات الموقع حيث يمكنكم تغيير حجم الخط وألوان الموقع، وتحتوي أيضاً على خصائص لأصحاب الهمم من ضعيفي البصر. خاصية البحث: تستطيعون البحث عن المعلومات المطلوبة من هنا، وتتوفر أيضاً خاصية البحث الصوتية. وفي هذه المنطقة تجدون آخر الإعلانات المهمة من الهيئة، وقد ترتبط هذه الإعلانات بصفحات تفصيلية كما تبين الصورة التالية. وفي هذا الجزء يمكنكم الوصول إلى أهم خدمات الهيئة، مثل خدمة تقديم الشكاوى والاقتراحات، وخدمات اعتماد النوعية، وخدمات الطيف الترددي. ومن هنا تصلون إلى كافة الخدمات.